فوق تمام بالمنظر ده، هتلاقي المساحات عملت مره وتاني مره وقفت تمام كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخباركم شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله كلكم بخير. هوريكم النهارده ازاي تقدر تغير المساحات بتاعت البي ام دبليو الفئه الثالثه او الاف 30 تمام. هوريكم الطريقه دلوقتي خطوه بخطوه. اول حاجه انت طبعا عشان تقدر تغير المساحات زي ما انتوا عارفين ما تقدرش في العربيه البي ام دبليو ترفع المساحات اللي فوق، انت مش تغير ما تقدرش ترفع المساحات بالمنظر ده تمام، نزول ناطح لان المساحات هتبقى تاني تمام، فالمساحات كلها بتبقى تحت الجتا بتاع المحرك. فعشان نخلص من الموضوع ده هوريك دلوقتي تعمل ايه. اول حاجة هتدوس على ستارت انجن تمام مرة واحدة، بعد كده ترجع تدوس عليه تاني، بعد كده تدوس على زرار بتاع المساحات تفضل رافعه لفوق تمام بالمنظر ده، هتلاقي المساحات عملت مرة وتاني مرة وقفت تمام كده، تقدر تغير المساحات يعني كده خلاص المساحات بالنسبة لك جاهزة انها تتغير تمام. شايفين كده الكلبسه دي تمام، هرفع الكلبسه دي لفوق وازق القطعه كلها تمام، بعد كده اشد القطعه دي لتحت تلعب معايا. واحده كبيره دي تبقى عند ناحيه سبعه، واحده صغيره دي عند الركب تمام. هبدا دلوقتي افتح اوريكم هتركب ازاي. نفس الطريقه في التركيب زي ما انتم شايفين، باجي ادخل الراس دي من هنا الاول تمام، بعد كده بضغط الكلبستين دول وانا ضغط على الراس، بضغط هنا خلاص، بعد كده بضغط الكلبستين دول وازق دي لكم تمام كده ركبت خلاص المنظر ده تمام. دي المساحه الكبيره، كذلك في المساحه الصغيره نفس الفكره بالظبط. طريقه الفك من هنا اهو، بضغط على الجزئين الصغيرين دول وازق المساحه كلها لبره واطلع لي القطعه زي ما انتم شايفين كده تمام. دلوقتي بعد ما خلصنا هتعمل نفس الخطوات تاني، هتيجي تدوس ستارت انجن من غير ما تدوس فرامل مرة، بعدين هتدوس كمان مرة، بعدين هترفع الإشارة المساحات تمام، وتفضل ماسكها بالمنظر ده، هترجع المساحات مكانها كده خلاص المساحات اشتغلت. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.